في البصرة سيارة إسعاف غير مكيفة تنقل مريضاً، ما دعا إلى فتح الأبواب والنوافذ للإسعاف حتى يدخل الهواء إلى المريض أثناء نقله. نتابع وإياكم. إسعاف ما بيها تبريد. تفهمها؟ هذا حظنا. هاي إسعاف وهذا مريض ضعف فاتحين الجامع. ويتنفس على جهاز ولا تبريد ولا شيء. والازدحام حماية مريض باعوا لي، وهاي المستشفى راح نوصل لها وازدحام والدنيا محترقة. هذا مريض كلش حاطه هذا مريض يموت هنا. اي هو يموت ازدحام يموت